أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن العين، عين الإنسان، هنتكلم عن الموضع، هنتكلم عن التركيب، هنتكلم عن تشريح العين، هنتكلم عن وظائف كل عضو أو كل جزء من تركيب العين. خلينا نأخذ في الأول بعض المعلومات عن العين أو عين الإنسان. إنه يصل قطر العين للإنسان البالغ تقريباً 2.5 سنتي، وتقع داخل تقع العين داخل محجر عظمي يحيط فيها من جميع الجوانب ما عدا الجهة الأمامية. وهذه العين تكون قادرة على التحرك بواسطة عضلات عديدة ومتعددة باتجاهات مختلفة، يمينا ويسارا وجهة علوية وجهة سفلية. العين في الإنسان هي عضو الإبصار، الآي هي عضو الإبصار، والعين تتكون من عدة أشياء أو من عدة طبقات. خلينا نأخذ الطبقة الخارجية من العين اللي هي بياض العين، هذه اسمها الصلبة أو بياض العين، وتقريبا 80% من مساحة العين تغطي الصلبة، 80% من مساحة العين ما عدا مقدمة العين لا تغطيها. يبقى بياض العين أو الصلبة، وسميت بالصلبة لأنه من الصلابة، وهي مكونة من نسيج ضام قوي وتقع محيطة في العين ما عدا الجهة الأمامية. ووظيفة هذه الصلبة هي حماية العين، وتعتبر الصلبة غنية بالأوعية الدموية. الجزء الأمامي من هذه الطبقة يعتبر شفاف ويسمى بالقرنية، الجزء الأمامي شفاف من الصلبة ويسمى بالقرنية، وهنتكلم عن القرنية كمان شوية، التي لا تحتوي على الأوعية الدموية وإنما تأخذ ما تحتاجه من غذاء ومن أكسجين من الخلط المائي الذي يفرز من الجهاز الهضمي. طبعا العين زي ما حكينا هي تقع في داخل محجر عظمي. محجر العين هو التجويف العظمي، ويحتوي على مقلة العين والعضلات. في داخل المحجر يحتوي على العين، ويحتوي على عضلات وعلى أعصاب وعلى أوعية دموية، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تفرز الدموع. الجزء الثاني اللي هو ملتحمة العين، وهي غشاء رقيق شفاف يغطي الجزء الأمامي من العين، وبما في ذلك الصلبة، يغطي الجزء الأمامي ويغطي إيه الصلبة. ووظيفة الملتحمة وظيفة ملتحمة العين هو حماية العين من البكتيريا والمواد الغازية والمواد الغريبة. نرجع للقرنية، قلنا القرنية هي الجزء الأمامي من الصلبة، الجزء الشفاف الأمامي من الصلبة. الصلبة اللي هي قلنا نسيج ضام، والجزء الأمامي هو الشفاف، هذا اللي هو القرنية. فالقرنية هي طبقة شفافة تشبه القبة، بتكون محدبة تغطي القزحية وتغطي البؤبؤ. يعني القرنية هي الطبقة الخارجية، تغطي القزحية تغطي إيه البؤبؤ. هنتكلم عن القزحية ونتكلم عن البؤبؤ. فقلنا القرنية تعتبر يعني مسؤولة عن غالبية قوة التركيز في العين. القرنية مسؤولة عن قوة التركيز للعين، وهي غنية بالنهايات العصبية، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد الأجسام الغريبة من أمام العين من الجهة الأمامية. لا يوجد بها أوعية دموية كما ذكرنا، وإنما تأخذ الماء الغذاء تبعها والأكسجين من اللي هو الصلبة اللي غنية بالأوعية الدموية، وتأخذ من اللي هو المادة الغذائية والأكسجين. لا يوجد بها أوعية دموية، لتبقى اللي هو صافية ورائقة وشفافة، يستطيع مرور الضوء من خلالها. يبقى القرنية جزء من الصلبة ولكنها شفافة، عشان يمر الضوء من الخارج إلى داخل العين حتى يصل إلى الشبكية وتكون الصورة. يا جماعة، العين لها وظيفة الرؤية، ولها وظائف أخرى هنتكلم عنها كمان شوي. الطبقة اللي تحتها مباشرة هي بؤبؤ العين. بؤبؤ العين هو البقعة السوداء الموجودة في منتصف القزحية،
حيث من الأمام، حيث يمر الضوء من خلالها بعد مروره عبر القرنية. لكن القزحية، ما هي القزحية؟ هي الجزء الدائري الملون من العين والتي تحيط بالبؤبؤ، حيث يتحكم في كمية الضوء، يتحكم قديش شدة الضوء يدخل أو كمية الضوء الداخلة إلى العين، بحيث أنه مثلا في الظلام غير عن في شدة الضوء، يتحكم في كمية الضوء التي تدخل العين من خلال التحكم بحجم البؤبؤ. القزحية بتعمل تأثير على البؤبؤ، أنه البؤبؤ يكون فتحته ضيقة أو واسعة، مثلا في العتمة بتكون أوسع ما يكون، في الضوء بيكون أقل ما يكون. تعمل القزحية على توسيعه في الظلام للسماح بزيادة دخول الضوء، بينما تعمل على تضييقه في حال وجود إنارة ساطعة قوية بشكل مشابه للفتحة الموجودة في الكاميرا. يعني كيف بنشوف الكاميرا بتعمل زوم، وبالتالي بتعمل إيه الآيرس اللي هو القزحية، إيش بتعمل؟ بتزود أو بتقلل الفتحة تبعت البؤبؤ عشان تتحكم في شدة الإضاءة. طيب يليها من الداخل اللي هو العدسة، زي ما احنا شايفين في الرسمة العدسة طبعا تكون شفافة، فالعدسة طبقة شفافة ومرنة تقع خلف القزحية والبؤبؤ، يعني وراء القزحية وراء البؤبؤ، البؤبؤ والقزحية، بعدين تيجي مين؟ العدسة. العدسة قلنا هي طبقة شفافة ومرنة تقع خلف القزحية والبؤبؤ، يحيط بها، يحيط بالعدسة حلقة من الأنسجة العضلية تسمى بالجسم الهدبي، حيث يساعد الجسم الهدبي والأنسجة العضلية في التحكم في التركيز الدقيق للضوء أثناء مروره عبر العين. أيضا العدسة تقوم مع القرنية بالتركيز أو مسؤولة عن تركيز الضوء على الشبكية، يعني القرنية والعدسة هم المسؤولين عن تركيز الضوء من الخارج إلى أن يصل إلى الشبكية لتكوين الصورة. بعدين في الداخل، داخل العين يتواجد السائل الزجاجي. السائل الزجاجي يقع الجسم الزجاجي أو السائل الزجاجي خلف العدسة مباشرة، يعني خلف العدسة فيه سائل الزجاجي خلف العدسة وأمام شبكية العين. هاي شبكية العين، هاي الشبكية وراء، وهي العدسة. كل ما هو في داخل ما بين العدسة وما بين شبكية العين يعتبر أو يسمى بالسائل الزجاجي. وسائل شبيه بالهلام، سائل لزج، يسمى بالخلط الزجاجي، الذي يساعد على شكل العين وبيعطي حجم للعين وشكل للعين. المشيمية هي طبقة من الأنسجة تقع بين الشبكية والصلبة، بين الشبكية من الخارج من الداخل وبين الصلبة، ما بينهم في حاجة اسمها المشيمية. هذه المشيمية هي عبارة عن طبقة من الأنسجة وتقع بين الشبكية من داخل العين اتجاه العين وبين الصلبة هي خارج العين، وتحتوي على نسبة عالية من الأوعية الدموية، هي تروية، وظيفتها التروية الدموية، مما يجعل المشيمية دورا في المساعدة على تغذية الشبكية. يبقى مين اللي بغذي الشبكية بزودها بالأوعية، بزودها بالمادة الغذائية؟ والمشيمية اللي خلف الشبكية من الجهة الخارج، من جهة العصب البصري. يبقى هنا في عندي الصلبة، تليها المشيمية، تليها الشبكية، فالضوء بيسقط على الشبكية اللي بتعطي أو بتكون الصورة. مين بغذي الشبكية؟ اللي هو مين؟ المشيمية. الشبكية، لو جينا للشبكية، هي الشبكية هي أول طبقة بعد السائل الزجاجي من الداخل، أول طبقة بعد السائل الزجاجي من الداخل. تحتوي شبكية العين على الخلايا التي تستشعر الضوء، المعروفة باسم المستقبلات الضوئية، الفوتوريسبتورز، بالإضافة إلى الأوعية الدموية التي تغذيها. تعد البقعة، شو هي البقعة؟ البقعة هي المنطقة التي يتركز فيها الضوء اللي جاي من وين؟ من العدسة وفتحة البؤبؤ، جاي الضوء يتركز على منطقة مقابلة للعدسة وتسمى بالبقعة. البقعة هي المسؤولة عن استقبال الضوء وتكوين الصورة. يبقى تعد البقعة هي الجزء الأكثر حساسية في شبكية العين، حيث تحتوي على ملايين المستقبلات الضوئية من نوع المخاريط الكونز، كما يجعل الصورة المرئية مفصلة بشكل جيد.
الآن تكونت الصورة، تكونت الصورة على الشبكية. الآن بده يبعث اللي هو عبر العصب البصري إلى الدماغ، حيث يتم ترجمة هذه الصورة وإعطاء الإشارات اللازمة. يبقى العصب البصري الأوبتيك نيرف، العصب البصري زي ما احنا شايفينه، هذا العصب البصري. العصب البصري يعد العصب البصري حزمة تتكون من أكثر من 1,000,000 ليفة عصبية مسؤولة عن نقل الإشارات العصبية من العين إلى الدماغ، من العين إلى الدماغ لمعالجة المعلومات الخاصة بعملية الرؤية. هذا بشكل مقتضب اللي هو كل ما يتعلق بالعين من أجزاء. لكن خلينا نأخذ مثلا الآلية، الميكانيزم، كيف بيصير الرؤية يعني، أو وظيفة العين. وظيفة العين من خلال دخول الضوء، يدخل الضوء من منطقة القرنية، ثم البؤبؤ، ثم القزحية، ثم العدسة، ثم السائل الزجاجي، ثم البقعة اللي على الشبكية. تتكون إيه اللي هو، أو يصل الضوء إلى هذا المكان، وتركيزه على الشبكية في منطقة البقع الموجودة في مؤخرة العين في هنا، تمام. ثم تقوم الشبكية بتحويل الإشارات الضوئية إلى نبضات، إلى نبضات كهربية. الضوء يتحول إلى نبضات كهربية يرسل عبر العصب البصري إلى الدماغ، التي يعمل العصب البصري على نقلها إلى الدماغ ثم يتم معالجتها. هذا ما كنا بدنا أن وصله لكم عن العين أو عين الإنسان. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.